السلام عليكم. طبيب أمريكي ملحد قام بعملية جراحية لابنته لتحدث معجزة كبيرة جدا تثبت أن القرآن على حق. سبحان الله. قصة واقعية ومثيرة أشبه بالمعجزة وقعت لطبيب أمريكي ملحد. ثم يتكلم الدكتور براون عن بداية القصة فيقول: لقد رزقت بطفلة تعاني من مشكلة كبيرة جدا في القلب، وعادة أن المصاب بهذا المرض يموت بطريقة بشعة، وذلك إنها تحتاج إلى عملية جراحية في القلب. حيث أنه يقول أن الأطفال المصابة بهذا المرض تكون حالتهم خطيرة جدا، ثم بعد عدة سنوات من المرض يفتح القلب من جديد وتجرى له عملية أخرى وهكذا، وفي النهاية يموت الطفل بهذه الطريقة البشعة. ولكن فضلا إذا كنت مسلم لا تنسى اللايك لنعرف عدد المسلمين في هذا المقطع، ولا تنسى الاشتراك بالقناة ومشاركة الفيديو ليستفيد الجميع. لما عرفت وضع وحالة ابنتي شعرت للمرة الأولى في حياتي إنني عاجز عن فعل أي شيء لهذه الحالة. كنت سابقا في حياتي حينما تواجهني مشكلة ما أتعامل معها شخصيا، إذا أريد زيادة في المال أعمل أكثر، إذا أردت إصلاح شيئا ما أو تركيب شيئا ما أحضر من يقوم بتركيب هذا الشيء أو أركبها بنفسي وهكذا. لكن ما حدث لابنتي لم يكن له علاج. لكن هذه الطفلة اسمها هانا، حينما ولدت أخذتها مباشرة للعناية المركزة، وكان جسمها من الصدر إلى أصابع القدم يظهر بلون أزرق شديد لأن جسمها لا يصل الأكسجين، وهذا يعني إنها ستموت. حينما رأيت هذا المنظر شعرت إنني وللمرة الأولى بحاجة إلى القوة العظمى، وأنا كنت في هذه الفترة ملحدا ولم أعترف بأي ديانة. كان علي أن أغادر غرفة العناية المركزة، وتركت ابنتي مع فريق من الأطباء المتخصصين وتوجهت ولأول مرة في حياتي لغرفة العبادة. ثم صليت صلاة أهل الإلحاد وهي كالتالي: يا رب، إذا فعلا هناك رب أنقذ روحي أو نفسي، إذا عندي روح. هكذا كانت صلاة الملحدين، لأنهم غير متأكدين بوجود إله أم لا. يا إلهي، إذا كنت موجودا أو لا، إذا كنت موجودا أريد مساعدتك، ولكنني أعطيت عهدا لخالقي في ذلك اليوم. عهدي كان إذا أنقذ الله حياة ابنتي وأهداني للديانة التي يرتضيها فسأتبع هذا الدين. هذا هو وعد بسيط. هذا استغرق مني 15 أو 20 دقيقة، ولكنني حينما رجعت إلى غرفة العناية المركزة كانت ابنتي في الجانب الآخر من الغرفة. حينما دخلت الغرفة رفع الأطباء وجوههم من ابنتي، رأيت في وجوههم مباشرة شيئا ما قد تغير. يظهر في وجوههم الغموض وكأنهم لا يدركون ما الذي حدث، كأنهم مصدومين. حينما أقبلت عليهم ببساطة قالوا لي: قد تغير كل شيء، فقد أصبح وضعها جيد ولن تموت، وسوف تصبح طفلة طبيعية جدا، صحتها جيدة، لا تحتاج إلى أي عملية ولا أي شيء ولا دواء. فقد قال أحد الأطباء: فقد يظهر في جهاز رسم القلب من قبل إنها كان عندها مشكلة كبيرة جدا أخبرناك عنها، أما الآن فهي طبيعية جدا. حاول الأطباء أن يشرحوا له كيف حدث هذا، ولكن صار ينظر إليهم ويفكر: هذه الشروحات قد تنفعكم أنتم ولكنها لا تنفعني أنا، لأنني صليت صلاتي وأعتقد أن يد خالقي تدخلت. تيقنت أن خالقي حقق الوعود وعلي أن أحقق وعدي لخالقي، وهذا جعلني أبحث في الديانات. بدأت باليهودية والنصرانية وفعلت كل جهدي لمدة سنوات، ولكنني لم أجد الحق في هذه الديانات لوجود تناقضات فيها، ولا زلت في بحثي حتى وصلت إلى الإسلام. فكل أسئلتي وجدت لها أجوبة في الإسلام، فقد دخلت الإسلام لأنني وجدت فيه السلام والطمأنينة في قلبي. هذا العالم بعد أن دخل الإسلام سمى نفسه عبد الله ليصبح اسمه عبد الله براون، وذهب هو وعائلته وأقام في المدينة المنورة وأنشأ مستشفى هناك. لم يكتفي الرجل بذلك، بل قام بتأليف الكتب التي تدعو إلى الإسلام وانتشرت بصورة كبيرة جدا، ونتيجة لذلك أسلم 30,000 من اليهود بسبب هذا الرجل وبسبب قصة هذا الرجل العجيبة. سبحان الله. لكن سنعرض لكم عدة فيديوهات لأطفال تسبح وتذكر الله، وهي تعتبر معجزة كبيرة تشهد أن الإسلام هو الدين الصحيح.
أولاً، إنها معجزة بمعنى الكلمة، طفل رضيع يتكلم، وهذا الأمر مخالف للطبيعة. كانت الأم تلاعبه وكان يضحك، وبعدها يقوم الطفل بالعطس، ثم نطق الطفل كلمة لم تسمعها أمه جيداً، فاستمرت في اللعب مع ابنها، ثم قال بصوت منخفض الحمد لله، فسمعته الأم واندهشت، ثم قامت بالتصوير. في المقطع الثاني يظهر طفل معجزة في الهند. هذا الطفل كان نائم، والغريب أنه فعل شيء أدهش الأب والأم، لذلك قام الأب بإحضار الموبايل بسرعة شديدة وقام بتصوير المشهد، حيث كان يقول الأب الشهادة والطفل نائم. والغريب أن الطفل كان يرفع إصبعه عندما يقول الأب الشهادة. إنها معجزة حقا كما تظهر أمامكم. أشهد أن لا إله إلا الله بيدي. أشهد أن لا إله إلا الله بولو بيدي. أشهد أن لا إله إلا الله بولو. عبد الرحمن أشهد أن لا إله إلا الله بولو بيدي. أمم. أجي فيديو لي. عبد الرحمن أشهد أن لا إله إلا الله بولو بيدي. أمم. أجي فيديو لي. في المقطع الثالث ظهر طفل صغير جدا وكان يتكلم، حيث أن والده كان يقول الله، والطفل كان يردد وراء الأب ويقول الله، والغريب أن سنه كان صغير جدا. الله الله. في المقطع الرابع ظهر طفل صغير بعمر سنة ونصف وكان يرفع يديه إلى السماء ويقول يا رب كما يظهر أمامكم. في المقطع الخامس ظهر طفل صغير جدا وكان يتكلم أيضا، حيث أن والد الطفل كان يقول لا إله إلا الله، والطفل كان يردد وراء الأب ويقول لا إله إلا الله، والغريب أن هذا الطفل كان سنه صغير جدا كما يظهر أمامكم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. في المقطع السادس ظهر الطفل المعجزة، حيث كان يتكلم وهو في سن صغير جدا لا يتعدى الأيام، والغريب أنه كان يقول لفظ الجلالة الله بدون أن يتكلم معه أحد، فسبحان الله إنها معجزة تظهر أمامكم. فسبحان الله تعالى الذي أنطق هؤلاء الأطفال ليحمدوا الله عز وجل، وليخجل الكثير من الناس الذين يستطيعون تسبيح الله ولكنهم لم يفعلوا. فعلينا أن نذكر الله تعالى كثيرا، فكل الكائنات تسبح بحمده. قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لا تنسى اللايك وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.